السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله غادي نعاود نشارك معكم الموديل اللي فصلت معكم وعجبكم. قلتوا لي في اللون الكحل ما بانش ليكم مزيان. المهم انا نحاول نشارك معكم هذه، غنخدمها ونيت في نفس الوقت باش تعرفوا بان راه الموديل راه ساهل، راه ماشي صعيب. غنحاول نشرح لكم بطريقه مبسطه. المهم غنحاول باختصار البنات، باش ما حيتش انا فايت شرحت لكم في الفيديو اللي قبل. دابا غادي نعاود عير بحال عير مفصل، وتشوفوني ترى الموديل راه يقدر يخرج لكم اي طيب بغيتو. يعني ما تخافوش من الثوب، غير هو خاصو جوج ونص ديال الثوب، والثوب البنات اللي كان عندكم، يعني الثوب ديال الكارو ولا الثوب ديك الفوده، ولا راه الموديل جا زوين البنات، ما كاينش اللي شافوه ما عجبوش. راه تبارك الله، يعني بزاف الناس اللي بغاو يخدموا عليه. المهم هنا كيف ما شفتوا انا الثوب هو حليته على واحد، هو على واحد، وغادي نطويه بحال ما هكا على جوج. الحاشيه هي هذه ديال الثوب، وغناخذ هاد الجهه هذه. نجي غنبداو من هنا، غنعبر ممكن هنا الحاشيه البنات، غادي نعبر واحد 4 سنتيم ونطراسيها بحال ما هكا. نجي هنا 4 سنتيم، نوصلهم بعضياتهم 4 سنتيم، هبط طراسي شويه لتحت، هاد البلاصه كلها طراسيت فيها 4 سنتيم 4 سنتيم. دابا على هاد الخط اللي درت هنا هو فين غنبدا ناخذ المقاسات ديالي. نجي من ديما المقاس كناخذوه من هاد الخط اللور، ندير 20 سنتيم. الثوب البنات الا كان الاستيك، الا كان كيتجبد بلا ما تزيدوا عبارة الخياطه، الا كان واقف يعني ماشي ما كيتيريش زيدوا عبارة الخياطه. الا كان عندكم ثوب الاستيك ما تزيدوهاش. هنا غندير 20 سنتيم في عبارة الكتف، غنهبط ب3 سنتيم. نجي هنا دورة العنق، غندير دورة العنق، وصلت راسي بحال هكا. غنهبط عاوتاني من هنا من هاد الطيحة نفس العبارة ديال الكتف، هي هادي 20 سنتيم. عليها كندير عبارة الصدر، عندي 29 سنتيم زائد سنتيم الخياطة. وصلت راسي بحال هكا. هاد البلاصة من هنا النصف ديالها نعاود نعبرو، يكون عندي نفس عبارة الكتف 20 سنتيم. هبطها بحال ما هكا 3 سنتيم من هنا الفوق، كنطراسيها وكنجيها بشكل دائري، كنوصلها عاوتاني هنا بشكل دائري. صافي غادي نهبط ب14 سنتيم، هي هادي. غناخد عليها ديما كناخد المقاس ديالي من هاد الطراسي هادي، عندي عبارة الحوض 27 سنتيم، هي هادي زائد سنتيم الخياطة. عبارة الحزام البنات، الحزام دابا غناخد عبارة الحوض، يعني من هنا غنهبط ب28 سنتيم. هنا غادي ندير عبارة الحوض في 32 سنتيم بحال هكا، غنوصل الطراسي ديالي. شي مقاسات عاديين البنات، من هنا مقاسات عاديين. صافي غادي نجي لهاد البلاصه هادي، هبطت ب10 سنتيم من هنا لهنا، هبطت ب10 سنتيم. وانتم البنات على حساب القطعه فين بغيتوا هاد البلاصه، هاد القطعه هادي فين بغيتوا، تحاولوا تعبروا من الكتف لهنا. شوفوا العبار فين بغيتوا، مثلا غتشدوا العبار ديالكم فين بغيتوا، تشدوا من العبار الكتف وتشوفوا فين بغيتوا القطعه ديالكم هادي اللي غتجي هنا فين غتجي. انا كندير هاد الطريقه ديال 10 سنتيم 10 سنتيم، هي هادي هنا. المهم هاد 10 سنتيم غنجي مقابله معاها هنا، مقابلة مع هنا. انا كناخذ هاد العبارة 10 سنتيم، يعني باش ناخذ القياس اللي غناخذو هنايا. هاد 10 سنتيم غنجيب السنتيم ديالي مقاد، وناخذ هنا 13 سنتيم بحال هكا، وغادي نتراسيها. صافي البنات، يعني هاد البلاصة ديال 28، هاد البلاصة هادي 28، غنحاول هي بشكل دائري. نتو البنات يعني بحال هادي 13 سنتيم، هي هادي 13 سنتيم غتجي هنا، بحال كيجي بشكل دائري. المهم هاد المسافه من هنا لهنا غتكون شي 10 سنتيم تقريبا. شوف هاد البلاصه من هنا لهنا 10 سنتيم، من هنا بشكل دائري. صافي هاد البلاصه هادي كيجي غادي خط مقاد،
بان لي بحال خطات في ملي كندير الكاميرا بنات التليفون، راه كنولي عا كنزرب ونخلي راسي صافي. هي هذيك حاول طلعت الفوق حيت شاب هبط ليا على داكشي، اش عاود درت جوج طراسيات بحال هبط، حسيت بيه هبط ملي بغيت نتراسي هبطت لي على 10 سنتيم، خاصة 10 سنتيم تجي مقاده نيشان. صافي هنا البنات هاد البلاصه هادي اللي تراسيت هنا ديال 12 سنتيم هي الدخله ديال الجيب. هاد الجيب هذا اللي غترسمو هنايا، اللي غترسمو هنا هذا عجيب، يعني نتوما ترسمو كيف ما بغيتو، هذا عا باش كتدخلي يدك كيكون جيب راه لداخل، هذا ما تخافوش منه. يعني بحال شي كاع كاع لمكتي غتخشي يدك بحال هكا وديري على يدك بحال ما هكا، يعني ما تخافوش منه راه غيجي لداخل. هما كنت شو انا رسمته، يعني حيت غيجي لداخل ما عندكمش مناش تخافوا منه. صافي هذه هي التراسي ديالي، انا غادي نقطعها. بحال هكا دابا ملي قطعتها دابا غادي نطوي هاد 4 سنتيم اللي انا عازله هنا، 4 سنتيم هنا بحال هكا، غنجي غندير 10 سنتيم، هاهي 10 سنتيم، وغادي ندير التقويرة ديال العنق 10 سنتيم، وكندير التقويرة وهو هذا مطوي. شوف البنات حيت ملي كيجي بحال العوج دابا ملي كنحلو، باش ملي كندير التكفيفة ملي نبغي نكففها ندير عليها الصدف، ملي غنبغي ندير ليها الصدف ندير التكفيفة غتجيني مقادة من هنا. صافي دابا غادي نقص من التركيز، نقص أنجي هنا نقص 2 سنتيم بحال هكا، المهم غير من غير هاد البلاصة البنات، يعني غندخل هنا 2 سنتيم ونخرج هنا. هنا غادي نقص 1 سنتيم من هنا، شوف البنات كنطلع نيشان هنا. صافي دابا هاد القطعه الفوقانيه هي هادي، غنجر الثوب عندي هكا وغنمشي هاد القط هادشي اللي لتحت، نخلي هذاك الشيء الفوق ونجي للجهه اخرى، كنعبر 40 سنتيم، كنطوي 40 سنتيم، من الفوت ما كنفوتش 40 سنتيم، الا فتو 40 سنتيم ما غاديش تكفاكم الجهه الاخرى باش ديروا الظهر، 40 سنتيم هي اللي كنطوي. هاد القطعه هادي اللي فصلت الفوق غادي نحطها بحال ما هكا، بحال ما هكا من هنا مقاد هنا، ونجيب العبار ديالي غنخلي هنا هاد البلاصه هنا، كنخلي نتراسي عبار تكفيفة، يعني نخلي عبار تكفيفة وندير تراسي ديالي، نجيب سنتيم من تراسيا للفوق وندير عبار الطول، عندي مترو 29، مترو 29 غنهبط حتى لمترو 29 بحال ما هكا، مترو 29 هاهي هنا، وغيبقى ليا بلاصة الخياط هاهي مترو 29 وغيبقى ليا عبارة الخياط. صافي هذا هو العبار ديالي بحال ما هكا، يعني ساهلة البنات راه ماشي صعيبة. هنا غنهز هادي غنهزها شوية باش تراسي نتراسي تحت منها، مكنتراسيش معاها مقادة، غنتراسي تحت منها هنا على حساب الخياطة، واحد السنتيم داخل عليها لداخل بحال هكا. دابا هنا في الحوض غنطراسي كما قلت لكم هاد الموديل ما زدتش فيه في الحوض ديك 4 سنتيم، هاد 4 سنتيم اللي كاين هنا هي 4 سنتيم هنا، 4 سنتيم اللي كاين هنا وطراسيته هنايا، هاد 4 سنتيم اللي كاينه الفوق غتبقى ليا في الامام، هي ديال الكشكشه اللي غادي تولي ليا في الامام. وهنايا راه غادي هاد البلاصه راه غتمشي في التكفيفه ديال الفوقانيه، هاد 4 سنتيم اللي غتبقى لتحت هي ديال الكشكشه. صافي غادي نتراسي هنا هاد البلاصه هادي نتراسي بحال هكا ونشوف عبارة الحوض هنايا. دابا المرأة في الأصل المرأة شنو عندها، يعني مولات هاد العبار عندها 30 سنتيم، أنا درت 32 في الحوض بحال هكا، هذا هو الحوض بلاتي، يعني بحال من هنا نتراسو من هنا لهنا 28 سنتيم، هاهي 28 سنتيم فين جات. دابا غنحيد هذا هكا
كونتراسي 32 سنتيم، يعني من هنا لهنا 32 سنتيم مقاودة مع هاد البلاصة ديال الحوض. هي هادي، هاد التراسي البيض ديال الحوض غنهبطها لتحت الجلال. بحال هكا دابا بنات هاد التراسي هادي، نجر باش يجيني دابا مقاد هنا. شوف بحال ما هكا، يعني قاديت هاد البلاصه ديال التراسي اللي لتحت، هاد التراسي هادي اللي درتها لتحت تقادت ليا مع هذا. غنهزو بحال ما هكا، وهاد التراسي هادي خلينا غنعاودها هنا لتحت بحال ما هكا، وغادي ندير هاد التراسي. شوف البنات يعني راه ساهلة، بعدا في الصالة البنات راه ساهلة، وتا وتا الملاقية ما صعيباش. صافي هنا غادي نحيد هاد الضوفة. هنا راني فصلت لتحت، يعني فصلت الفوق القطعة الفوقانية من الفوق من لهيه، وفصلت القطعة التحتانية من هنا. دابا غنجي لهاد الجنب هذا، بحال هكا طول تاوية صافي. هنا غادي ناخد العبار اللي خليت تما ديال التكفيفه، غنخلي هنا واحد 5 4 سنتيم ديال التكفيفه، غنطراسيها هنا. غادي نطراسي العبار ديال التكفيفه عاده من العبار اللي طراسيت للفوق، غندير الطول ديال الطول اللي نتوما كتخدموا عليه. عندي مترو و 29، هاي مترو 29 فين جاتني هنا، غنجي فوق منها بحال هكا، فوق منها يعني نخلي في العبار الخياطه وندير الخط ديالي، يعني هذا بحال الكتف ديالي هو. صافي دابا ملي قطعت الظهر هنا نطلع واحد 3 سنتيم في الجناب، حتى في القطعة ديال الأمام. هي 3 سنتيم، صافي هنا فصلت الضوفة والظهر. هنا دابا هنا الوسط، يعني ما بين هذيك التقطع اللي تقطعت لتحت والتقطع اللي قطعت هنا الفوق، هنا هاد الوسطاني هذا كنطويه. علاش البنات ضروري ديروا هاد الطريقه، هي اللي غتخرج لكم الثوب مزيان وما تخافوش منه. البنات الكماميله الا ما كفاتكمش هاد البلاصه هذه اللي الوسط اللي انا كنطوي دابا، شنو غادي نديرو؟ تقدروا تخرجوا كم من هاد البلاصه هذه اللي كاين هنا فيها شويه الطول، هاد الوسطاني فيها كم واحد من هنا وكم واحد من هاد الجنب هذا، يعني الثوب راه كاين باش تخرجوا الكميم ديالكم الا ما كفاكمش من هنا. نطويها على جوج، من بعد نطويها على ربعة. صافي دابا طويت التوب ديالي، نشوف واش عندي التركيز. عندي 28 سنتيم، هيا راسي ديالي هي. المهم البنات العبار ديالكم ديما نقصو 5 سنتيم من العبار ديال الأصلي باش تزيدوها في الباندا. هنا أنا عندي 55، غندير غير 50 50 ونزيد على 2 سنتيم ديال الخياطه وديال شويه باش تجيني الكشكشه شويه هنا. بحال هنا درت 52 سنتيم نيشان، هنا غندير 18 سنتيم تراسيها، وصلت تراسي ديالي بحال هكا. هنا هذا هو الكم ديالنا، حتى هو غادي نحيدو في الجنب. دابا غنمشي لهاد الطرف اللي هنا. أنا المهم عندي هي هاد البلاصة هادي،
انتراسيا بحال ما هكا. هاد القبة البيت راه ستوندار كنبقى نخدم بيه كاع الطايات كنخدمهم بيه. يعني غندير واحد وربعين 42 سنتيم بحال ما هكا. غادي نخلي هنا واحد 4 سنتيم ديال الخياط ديال التكفيفة. غنخلي غير 3 سنتيم بحال ما هكا. ثلاثة سنتيم من بعد 3 سنتيم غادي نجي ماما دي الطريقة ديالي انا باش كنفصل. غنجي هنا مقاد غنطلع ب10 سنتيم هي هذه من هاد البلاصة لهنا هذيك 10 سنتيم تكون 24 سنتيم. هاي جاتني نيشان بحال هكا. هاد 24 النص ديالها هو 12 قسمها على 4 هنا وهنا. غنجي نهبط بواحد سنتيم بحال الشكل ديال التركيز ديال ونطلع بسنتيم بحال الشكل ديال التركيز البنات. البنات كيف ما شفتوا انتما راه درت 12 درت 42 سنتيم من هنا لهنا. ملي تراسيتها من هنا لهنا 42 سنتيم. تراسيت 3 سنتيم هي هادي غادا نيشان من هنا. يعني بعدت هنا شوف البنات يعني هاد البلاصه اللي درت 42 سنتيم بعدت هنا طلعت ب 10 سنتيم وحددت 10 سنتيم هنا. هنا جاتني عبرت 24 سنتيم من هنا طلعت قسمتها على 4 هاد المسافة. يعني طلعت بسنتيم أو هبطت بسنتيم. هاد البلاصة هنا غنجي لهنا عاوتاني من تراسيا غندير 28 سنتيم. هاي هنا جيب الخط ديالي بقاد شبنات وصلت هتراسي لهنا وصلت هنا. من بعد غندير واحد 3 سنتيم هنا ونجيبها بشكل دائري هنا. يعني ما غنديرش القب يكون مقنت. درت فيها البنات درت فيه الدور 3 سنتيم هنا درت فيه الدور صافي. غادي نقطع ايه غنجي لهاد التوب لي طوي غناخد منه واحد الشريط تكون فيه نطوي على جوج بحال ما هكا ونفصل واحد الشريط اللي تكون فيه واحد 4 سنتيم في العرض. وما نحيد هاد الجهة غليظة بعدا عاد نقطع الشريط اللي بغيت. بالنسبة لهاد الشريط البنات يعني تكون فيه في العرض غير 3 سنتيم تال 3.5 كاع الا درتو ديرو 3.5 غير القياس اللي غادي يطوي ليكم وصافي باش ديرو بيه البي. فهمتي باش ديرو ديروا هذاك القيطان اللي كيدخل في القب صافي. دابا خاصني الجيب هانتوما يعني الرتوبه البنات كافي وفيت لهي. غنجي قبل ما نفصل الجيب غنجي لهاد البلاصه هذه وغادي نفصل منها البوانيات ديالكم هي هو غنطويها نعاود نطويها هما راه على جوج ونعاود نطويها بحال هكا. غندير فيها 5 سنتيم زائد سنتيم يعني عبار ديال الخياطه اللي نتوما اللي كتشدوا على حساب نتوما شحال كتشدوا في الخياطه بحال هكا. غندير 5 سنتيم ونزيد عليها عبارة الخياطه بحال نجي هنا عاوتاني 5 سنتيم عبارة الخياطه 5 سنتيم عبارة الخياطه ما تنساوش عبارة الخياطه. بالنسبه للبوني غندير فيها 10 سنتيم ويعني على واحد غندير فيها 20 سنتيم. هنا غادي نقطع من هنا من هاد الطراسي هادي غندير 20 سنتيم. وتقدروا تطويوها الا كان مطوي على جوج غديروا 10 سنتيم. فهمتوا البنات ما فهمتوش ماما نتوما تفهم. انا درت 20 سنتيم حيت على حيت مسرحاهم على واحد. البنات هذا هما البوانيات ديالنا باش انا فصلتهم هكا لحليتهم غيعطوني جوج. من بعد غادي نسدهم غنديرهم بحال ما هكا يعني الخطوطه يكونوا هكا غنسدهم من هنا ونقلبهم. دابا بقى ليا غير نفصل غير الجياب. هنا الجياب غادي نجيب الجياب ديالي بحال ما هكا وغادي نفصل عليهم. نحط هذا المقعد
غادي نجيب طراسيه على الجيف. هنا هاد الطراسي، هادي الطراسي اللي انا مطراسي على الدوفه الفوقانيه بحال ما هكا. غنهز ونحاول نزيد عليها شويه للفوق على حساب عباره الخياطه، فهمتوا؟ يعني الطراسي عندي هنا، عندي هنا هاي مقاده هنا، انا غنطلع شويه في الطراسي، ندخل شويه لهاد الجهه في الطراسي. صافا البنات، يعني بالنسبه للموديل هو هذا، رانا شاركت مع انا فيت شاركت معكم وعاودت معكم البنات. ملي غنكملوا الفصاله من بعد غادي نجي للماكينه ونبدا نخيطها. الخياطه البنات راه ساهله، غادي ناخذ القطعه الفوقانيه الفوق، بعدا هو الاول هادي البنات، يعني اللي فيها الدوره ديال الجياب وفيها هذه الفتحه، غادي نمشي غنمشي للجيب. انا كنت متراسي الشبنات، يعني كاينه التراسي ديال الزياده اللي زدت، هاد الزياده كلها هي اللي غادي نطويها بحال ما هكا على حساب التراسيه غنطويها. تقدروا ديروها على واحد، تقدروا تنيوها الا كان عندكم خليتو بزاف بحال هكا، تقدروا تطويوها ديروا ليها على جوج. اللي خلينا هي هادي، نجيب هنا دوفه دوفه واحده فوق واحده، يعني اليمنى فوق اليسرى، غادي نشدهم فيكسيون. صافي دابا هذه الدوفه ديالي غندوزها هنا، ونجي للقطعه اللي لتحت. غنجي غندير واحد التكماش اللي صغير، ماشي تكماش بزاف، حيت انا ما خليتش شي يعني شي قدر كبير باش تجي تكماش بزاف، حيت الثوب غليظ شويه. الا كان الا خليته بزاف اكثر من ديك 4 سنتيم فغديروا التكماش ديالكم عادي بزاف. انا غادي نحاول، شوف كنت نعير شويه وندخل، يمكن بحال لا كنجمع وندخل تحت الصباط. غنجي دابا غناخد الجياب ديالي، غادي نكرانيهم الجياب، كنجيب القطعه اللي درت الفوق. وما تحاولوا تحطوا هانتوما البنات باش تجيكم ساهله، غتحطوا الدوفه ديالكم بحال ما هكا، وغادي تجيبوا التحتانيه القطعه الفوقانيه تحطوها، وتجيبوا القطعه التحتانيه وتحطوها بحال كمقاد من هنايا. صافي هنا غادي نتقلبوا، ملي كديروا الوجه على الوجه وحاطينها في بلاصتها غادي نتقلبوا، غتجيبوا هاد يعني الجياب البنات، ها هو الجيب ديالنا اللي ركبت هنا، غنقلبوا بحال ما هكا الوجه على الوجه بحال ما هكا. ملي كتحطوا راه البنات، ملي كتحطوا البياسه وتحطوا تقادوا هنايا، تقادوا هاد البلاصه هادي وغتمو غاديين، غيبان لكم يعني غيبان لكم ديك الساعه شنو كديروا. صافي كنمشيو، جبت هنا قلبت الجيب على الجيب رجع على رجع بحال هكا كنقاد. دابا غادي نقلب نلوح البياسه لهي، يعني باش يولي عندي رجع على رجع. هنا راه باينه هاد القنت هذا مع القنت ديال الجيب، الجيب ديالنا هما مقادين مع بعضياتو. ونبدا الخياطه ديالي من هنا من البداية ديال الجيب. هانتوما البنات ملي غنقلب هو هذا، هي هادي الطوبة ديالنا بحال ما هكا، هاهما الجيب ديالنا كيفاش مخدومين. شوف البنات كيفاش مخدومين الجياب، طريقة البنات اللي ساهلة بزاف، وفي نفس الوقت الموديل جا زوين، راه مكاينش اللي شافوه معجبوش. صافي مني كملت الدوفة غنجي غناخد هنا هاد الشيء هاد القب، صافي هنايا مني سورجيت البياسة ديالي شتو البنات، ندوز السورجي كاملة. هنايا القب الطراسية اللي مخلية في القب هي هادي، غنجي لهنا غنطلع بواحد 6 سنتيم تقريبا، ونجي هنا حدا الطراسية، حدا الطراسية كنبقى ندير لاريتو، يعني كندير العين ديال العين ديال العين ديال الازرار
فتحه الازرع فتحه كندير لا ريتمو نفتح العين ديال الفتحه بحال هكا. هنا غادي ناخذ الشريط اللي فصلت هاد الشريط هذا غندير به واحد البيه صافي. من بعد ما درت خدمت هاد الشريط كامل غنجيبو كنخشيه في القنب ولا تديرو التكفيفه عاد خشيو بشي فيدير. المهم انا غنخشي عاد كنكفف عليه بحال ما هكا العبار ديالي. ملي نوصل لهاد الفتحات اللي في الجنب الاخر كنجي كنخشي فيها بحال ما هكا ونخرجو الجهه. صافي دابا البنات غادي نلاقي الكتفين مع الظهر وغادي نلصق الكمين وغادي نلصق القب. صافي البنات من بعد ما لقيتها من الجناب لقيتها من الجناب من الجنب وكففتها من التحت بهاد الخياطه هذه ديال العنق يعني كنهبط كندير السورجي انا وكنهبط الخياطه بحال هكا كتجي هنا اللور بحال ما هكايا. وبالنسبه للبوانيات راه ساهلين كنجي هنا كندير بليه كنتما غادا وندير بليه. انا قالب البياسه عندي على الوجه ديالها ماشي على الظهر. الظهر عندي هو اللي لداخل ما كاع كنفوت واحد جوج سنتيم وكندير بليه. نجيب البوانيه بحال ما هكا نقلبها على ندير على جوج حاولوا تفيكسيهم بجوج مع بعضياتهم اولا تخدموهم بجوج. اللي محترفه راه تخدمهم بجوج مع بعضياتهم بحال ما هكا. نشدها ونخشي وسط منها نحاول نشوف هاد السورجي مع السورجي بحال ما هكا وكنقيسهم مع بعضياتهم. جاوني مزيانين هي هذيك بحال ما هكا. انا جاني القياس هو هذاك. الا جاكم كبير شويه كتعاودوا انتما خدامين انتما كتنيو شي بلاصه اخرى تنيو تعاودوا تنيوها بحال ما هكا. صافي البنات يعني بالنسبه لكم هما هادو. دابا ساليت الخياطه ديالها البنات. بالنسبه للشكل النهائي انا وريتكم لون اخر حيت اللي خيطت معكم داتها مولاتها من المصبانه بقى ما قدرتش كيفاش نصورها. المهم راه نفس الخدمه نفس الفصاله نفس فصلت هذا اللون حتى هو. كيفاش جاوا الكميمات يعني كيفاش كيجيو هاد لي بلي. بالنسبه للخدمه هنا البنات انتما كيفاش كيجي الجيوب ديالنا يعني بالنسبه للجياب البنات شتو يعني جاو مشروكين مع الدوفا. شو البنات يعني كيفاش جات. انا ما هاد العبار هذا كبير عليا انا بزاف راه كنت بغيت نقيسها لكم باش تشوفوها كيفاش غتجي. انا فايت مشاركه معكم البنات ماشي اول مره. اللي كنت لبست معكم ديك المره راه قدي هذه البنات عريضه عليا بزاف. شو البنات يعني راه خرجت راه جوج ونص خرج لي الطاي هذه دوبل اكس اي اللي كتلبس وخرجتها. انا خطا واحد اللي دار لي جوج صدفات هنا. انا كنت بغيت ثلاثه البنات وعير مع عير سخرت دار لي عير جوج. من الاحسن يكونوا ثلاثه يجيو حسن. هانتوما الفينيسيون كيفاش كيجي بلاصه اللي خرج من هاد السير هذا. صافا البنات كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون واضح وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والاشتراك في القناه الا كنتم مازال مشتركينش. هنا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.